systemic, health-oriented process that helps ill people or people with physical, mental, or emotional disabilities, restriction in performance or function in everyday activities, to achieve the greatest possible level of physical, mental, spiritual, social, and economic functioning. The rehabilitation process also helps patients achieve an acceptable quality of life with dignity, self-respect, and independence. عملية الريهابليتيشن هي فد خلينا نقول خطوات متسلسلة زين أيني تساعد الأشخاص اللي هم يعانون من المرض، سواء هذا المرض كان فسيولوجي أو منتال يعني على العقلي أوكي أو احتمال نفسي زين أيني. هذه حتى تساعد هذا الشخص يكون فعال ويدير أموره وحياته اليومية بنفسه بدون ما يعتمد على الآخرين زين يعني تساعده إنه يكون هو بوضعيته الصحية الجسمية الصحيحة، وأيضا حسب معتقداته وحسب المجتمع والمعطيات الوظيفة مالته أو العمل مالته زين أني يعني المريض اللي تشوفه هو عامل بناء وسقط من على نسميها إحنا السكلة، هذا المريض يا إما ينكسر أو يصير له بتر أمبيتيشن زين أني، أو يعني فد حالات اللي تأثر عليه. إحنا شو نسوي له بهذه الحالة؟ نحاول إنه نوصل لهذا الشخص إلى الحالة أو الوضعية اللي هي شبه طبيعية إلى وضعه زين أني، حتى يقدر يمارس حياته اليومية ويكون عضو فعال بالمجتمع بدون ما يأثر على أهله وعلى نفسه زين أني. إحنا هنا حتى تكون خطوات الريهابليتيشن صحيحة لازم عندنا 4 خطوات اللي هي 4 principled stage of injury treatment and rehabilitation. أول شيء عندنا الـ pain، عندنا الـ movement، عندنا الـ strategy and الـ function. العفو الـ strength والـ function. أول شيء إحنا لازم شو نسوي للمريض مالتنا؟ relieve pain، reduce the pain. كل الطرق نحاول قدر الإمكان حسب اللي موجودة عندنا المعطيات اللي إحنا شلون نخفف بيها الألم زين أني، نحاول نساعده للمريض زين يعني نوصله حتى لو كانت هي الوضعية impossible يعني مستحيلة. احنا شو نسوي؟ نسوي له في البروجرام نحاول احنا نخفف من هذا الألم حسب الأولوية طبعا اوكي. بعد اما يكون عن طريق استخدام أدوية او عن طريق استخدام كمادات إذا كانت باردة أو حارة أو وضعها ببوزيشن اللي هي تلائمة زين أني. بس بلا زحمة
اوكي شباب، فاحنا نقول it is important to note that total pain relief is not necessary before moving on to any of the subsequent stage. احنا يعني مو بالضرورة يكون كل الألم يروح، لكن نحاول السيطرة عليه قدر الإمكان. اوكي، مرات الشخص عنده amputation، صار عنده بتر بأحد أطرافه العليا أو السفلى، فتشوف الألم هو الجرح يطيب ويروح الألم مالته، لكن يبقى الإيعاز النفسي لهذا المر هو اللي دا يحسسه بالألم والبرودة، اللي يسموها إحنا يعني تسمى علميا هي الفانتوم بين. الشخص يحس بالعضو مالته موجود بإيده برجليه موجودة، فيحس بالألم بالبرودة، فتشوفوه يبقى يصيح دفوها شيلوا ليها ما اقدر احركها، هي لانه بعد الايعاز عده انه هي موجودة. زين، يعني هذه بعد تجي تبعا للعملية ان شاء الله بالكورس الثاني نشوفها تتبع يعني المكان اللي صار بالنسيج، صار بالبتر، ويبقى الشخص يحس بالمكان مالته. زين، يعني فاحنا هنا نحاول ضروري جدا انه شلون نحرك المريض بدون ما نخليه يتألم، شلون نسعف المريض ما بدون ما نسبب له الكومبليكيشن، بدون ما نسبب له ألم إضافي. بعد احنا هنا مهمتنا انه احنا نسوي له امبروفينج اوكي للموفمنت، نحسن قدر الامكان الحركه للمريض. زين، اني نحاول قلنا اول خطوه نسيطر على الالم. زين، اني بعدين نشوف خلينا نقول الحركه اللي مقاربه للطبيعيه، نشوف المريض مالتنا ايش قد يقدر يتحرك. زين، اني بعد بس احنا ويا هذه الحركه نكون حذرين بريفنت يعني للكومبليكيشن، حتى لا تحدث الكومبليكيشن اللي مثلا قلنا حرق او دهس او سقوط من اعلى. زين، اني او اصابه بطلق ناري، نحاول احنا قدر الامكان شلون احنا نسيطر على هذه المنطقة، وبعدين وراها نقدر نسوي له حركة بالمفصل بالعضلة. زين، اني نشوف الدورة الدموية مستمرة، لو صار اكو مرات الضربة تشوف الساق موجودة وما بيها كل شيء، لا كسر ولا كل شيء، لكن مضروب الشريان. بهاي الحالة احنا هذا لازم نحاول نسيطر على وضعية النزف، ونشوف إذا بها إمكانية إنه يقدر يرجع خلينا نقول يكمل التوصيلة ما بين الأرتري أو لا. مرات ما يقدرون، فيصير هنا تصير بها الأسكيميا، وبعدين يضطرون يسوون لها الأمبيتيشن. بعد ريادين سترينج نحاول نرجع قوته، يعني احنا نشتغل هنا ويا بعامل نفسي ويا المريض. زين، اني يعني اذا هو صار عنده بتر او صار عنده صعوبة نطق او بايديه ما يقدر يحركها ورا السي في اي، احنا بالكلام وياه تتحسن هسه ان شاء الله، ويا بمرور الوقت راح تصير عندك الحركة. زين، اني فلا تخاف هسه هاي الخطوة انت بهاي الوضعية، لكن بعد فترة انت اذا حركت ايدك او اذا انت صارت على وضعيتك، انت راح تكون يعني باحسن حال وبافضل حال، افضل من اللي انت يعني متت. فانت الحمد لله والشكر انه عايش وموجود، وسلامتك اهم شيء، نفسك موجود ويا اولادك ويا عائلتك. فمن هذا الكلام اللي ينطي القوة. بعد نحاول نشركه بالاعمال
اللي ويانا، مثلا هو اذا بس رجليناته بيها مثلا البتر، ايديناته هي تشتغل، او اذا عنده تك ايد الايد الثانيه نحاول نخليه شلون يستخدمها، ويقدر يستخدم الارجل ويا ايده بعمليه استكماله للاعمال اللي هو اللي يقوم بها. وهواية اكو المراكز اللي احنا موجودة عندنا بالعراق، هي ابن القف في بغداد، ومركز عبد الله بن مكتوم وصلاح الدين، هذني خرجوا هواية ناس اللي صارت لهم اعاقة بسبب الاصابة بالحبل الشوكي، واللي صارت لهم بالحروب بتر، فبدا التأهيل هنا شوية شوية وياهم، من اللي هي السباينال كورد انجري اللي هو خلينا نقول الدمج او التلف اللي صار بالعمود الفقري، والمريض هنا راح يكون حسب الفقرات وحسب الليفل بال يعني الاذى اللي صار عنده بالعمود الفقري، فتشوفه ينشل يا اما شلل رباعي او شلل نصفي. زين عيني، فحسب الحالة للمريض. أوكي، فإحنا هنا نحاول قدر الإمكان نشغله. فهذه المستشفى كانت تعتني بالمريض من كل النواحي، فتشوف مسوين ورش عمل، وأيضا موجودين كل الاختصاصات يعلموه من بداية، إذا كان بداية الفقرات الصدرية أو الأنقية واللي تسبب له يعني صعوبة التنفس، يبدون من التنفس، يسوي له ريهابليتيشن والباول والبلدر، إلى أن يقدر هو يتعكز ويقدر يتمشى على الأكاز، وأيضا يقدر يصنع شغلات بديناته، يسوي ورد، يحركون، يخيطون البناء من عندهم، أو يسووا لهم فد نوع من أنواع اللي حياكة السجاد، صناعة ورد، هواي أكو شغلات يخلوهم يحسسوا بنفسه إنه هو قادر إنه يكون إنسان فعال بالمجتمع، وهو ده يشتغل ويجيب فلوسه وراتبه بإيده. زين، بعد improving function اللي هي قلنا هنا كلها تنجمع، ما خففنا للألم، حسنا للحركة، خلينا تستعيد قوته. زين يعني هنا راح هنا يستعيد هو وظيفته، شخصيته، كيانه، تشوفه يكون متكلم ناطق، إذا كان أديب أو شاعر أو كاتب، يعني كاتب. زين يعني، فتشوفه يرجع مرة ثانية على حيويته، أو إذا كان هو مهندس أو فني أو حتى أعمال حرة، تشوفون أكو هواية أصلا ما كان عنده وظيفة، لكن من يصير عنده الإعاقة راح يصير عنده وظيفة، وراح يقدر يشتغل ويحس بنفسه انه هو افضل من كان عنده يعني ايديناته ورجليناته كلها تتحرك بالصورة الطبيعية. فهذان الاربع خلينا نقول البرنسبلز الاساسيات اللي يقوم عليها التأهيل. بعد عندنا تايب اوف ريهابليتيشن، هذني راح انتو تاخذوها، اكو فيزيكال ريهابيليتيشن اللي هم نسوي التأهيل البدني، ندخلهم حركات رياضية. زين عيني، او مشي، او شبه خلينا نقول ركض، هذه يا اما يخلوه يتعكز اكازات، او يسووه في المسند، شلون اللي مرات واحد من يلزم سرة على طابور فتشي ويخلونه منه ومنه مساند. زين عيني، يعني بلا تشويه من نصير أيام الزيارة، ويخلون ممرات ضيقة الواحد منا ومنا يلازمها ويمشي، هذا هم نفس الشيء، يخلي الكانز على جانب عيني. حبيبتي، هنا عم دكتورة، إذا كنا نشارك في هذا الشيء. أي،
فهذه من ضمن التأهيل الذهني شلون يخلوه يطول قوة حتى تتقوى عضلاته في الحركة. بعدين اكو التأهيل اللي هو نسميه احنا المهني، هو الاوكيوبيشنال ريهابيليتيشن، يعني مهمات. زين، شنو انواع الريهابيليتيشن؟ او اكو التأهيل البدني شلون اني اخليه هو يقدر يمشي على عكازه او يقدر يتك عكازه زين اني، او يقدر شلون يقوي نفسه ويقدر يمشي بدون اسناد زين اني. بعد النوع الاخر اللي هو occupational rehabilitation، التأهيل المهني، هنا اللي قلنا اني اهله اخليه يتعلم له مهنه جديده بحياته زين اني. اذا هو صار مقعد توظف اني اخليه شلون يشتغل ويستفاد من ديناته زين اني. بعد اكواتيك ريهابيليتيشن، هنا اعادة التأهيل المائية، هنا اكو قسم من عندهم احتمال يعني الشخص يستخدموا له المي خلينا نقول بالتأهيل، احتمال يخلوه يتعلم السباحة او شلون هو يحل مشاكله، او يعني على سبيل المثال مثلا يعني مطار ما تحددت وتوقفت نتيجة ركود فترة طويلة هو بالفراش زين، يعني ما يقدر يتحرك، او كانوا مسوي له في التثبيت للمفاصل إله. هسه تشوفوهم اكو انترنال والاكسترنال فيكسيشن اللي هو يثبتوا له، يصير كسر عنده وما يقدر يتحرك، يبقى ربنا هو على التثبيت وذن الحدايد، فركبه ما تنثني. هنا بهاي الحالة راح يستخدمون هذه العلاج اللي بالماء زين اني، حتى يرجع يقوي حركته، عضلاته، مشيته زين اني، مرونه بالثني واللي احنا نسميها الاكستنشن الادكشن والابدكشن، اوكي، الحركات اللي تخص المرض. كوجنيتيف ريهابيليتيشن، هذا النوع من الريهابيليتيشن يخص الاشخاص اللي هم خلينا نقول اللي تصير لهم حوادث، او احتمال يصير عند ال شلون نقولها فقدان للذاكرة، فأنا شلون أقدر أرجع له الحس الحركي أخليه يدرك الإدراكي. الواقع اللي هو بيه، الإدراكي عافية، أخليه يدرك الواقع اللي هو بيه ونحسنه قدر الإمكان زين آني. اللي طبعا هو هذا يجي نتيجة الإصابة بالبرين، اوكي. بعد عندنا السوشيال ريهابيليتيشن، هنا اللي هي إعادة التأهيل المعرفي، اوكي، هنا يحدد الشخص انه شلون يقدر يستخدم الأشياء ويرجع بالطريقة المأمونة الصحيحة اللي يتحافظ عليه قدر الإمكان، يعني اللي سواء بالبيت أو بالعمل نحاول نخلي الشخص هنا يعتمد على نفسه أكثر من اللي يعتمد بها على الآخرين، يعني يقدر يطلع وحده يروح يتسوق، أو وحده يقدر يروح للدوام يروح للمعهد مالته، أوكي. عندنا ال vocational rehabilitation اللي هو طبعا هذا انا حتى كاتبت لكم اياها هنا حتى تشوفون بها، هو برنامج اتحادي للدولة يعمل مع الاشخاص اللي يعانون من اعاقات جسدية او عقلية زين اني، للتحضير والعمل او اكتسابه او احتفاظه بما يعني يلتزم، ويوفروا له المساعدة للاشخاص اللي هم ذوي الاعاقة،
زين اني يعني هو مثلا الشخص اللي قاعد ينطي الريهابليتيشن اللي دا يسوي التأهيل هو كان سابقا عنده هاي الإعاقة. على سبيل المثال اكو قسم من عندهم شي يصير عندهم سي اي باللارنكس، فيصير اكو سرطانات الحنجرة، فمن الرفع الشخص ايش راح يصير بيه هنا؟ بعد ما يقدر يتكلم بالطريقة الصحيحة. فاكو اشخاص يتدربون شلون يغلقون الفتحة ويقدر شلون ياخذ الديب بريث وشلون يقدر يتكلم وكأنه بالطريقة صحيح هي مطروح الصوت بيها، لكن قدر يستخدم الفويس بالتعامل يعني يصيح للآخرين، يقدر شلون يتفاهم ويا الموجودين. فهو نفسه يعلم نفس الأشخاص اللي انصابوا بهذه الحالة. زين يعني او احتمال شلون هو اكو اشخاص شلون يقدر يمشي على المتوازي وهو تك رجل، او اكو قسم من عندهم يعني اثنينات الساق مالتهم، انا شفتهم يعني اشخاص وده يمشي على اكاز يعني هيك مسيطر في قوة العضلات اللي هي على ايديناته يعني. زين فسيطر بيها، شوف الشيست مالته كبران من هالقد ما الاسناد والضغط عليها مستخدمها وكانه هي يعني هي ايديناته هي رجليناته. زين عيني، فهذني اللي هن 6 انواع للتأهيل اللي يأهلون الشخص بيه. الاشخاص اللي يقدمون الريهابيليتيشن من هم اللي يكونون تيم اللي خليه اللي هم راح يصير الريهابيليتيشن وياهم. اولا البيشنت هو العنصر الفعال والاساسي، بعد النيرس اللي هي تعطي المعلومات، بعد عندنا اكو ال الفيزيسترز اللي هذول الأشخاص اللي ينطون الفيزيوثيرابي، خلينا نقول اللي يسوون العلاج الطبيعي المعالج الطبيعي. بعد أكو الأشخاص اللي هم أصلا أخصائيين بالجملة العصبية ويديرون خلينا نقول الموقف إذا كان عنده قطع أو خلل بال يعني بالجهاز العصبي. اوكي، بعد الفيزيكال قلنا الفيزيكال ثيرابيس، واللي قبله هذول اللي قلنا الجماعة اللي بالبداية هنا الجماعة اللي خلينا نقول الحالات يعني أخصائيين النفسية، وهنا اللي راح يكونون الفيزيكال ثيرابي جماعة اللي هم قلنا المعالج الطبيعي. بعد عندنا السادس، الشخص السادس اللي هم اوكيوبيشنال ثيرابيست، الاشخاص اللي يكونون يعلموا على الاعمال خلينا نقول. زين اني هذول اللي هم اختصاصهم يشوف كل شخص حسب حاجته يعلمه حتى يسوي له وظيفة معينة له. بعد عندنا الاشخاص اللي هم اللي سبيتش ثيرابيز اللي هم يعلمون على النطق مثل ما قلت لكم قبل شوية. زين يعني بعد اكو دايتيشن اللي خلينا نقول اخصائي التغذية، اي اخصائي تغذية سواء كان خريج كلية طب خريج كلية زراعة، هو مختص في التغذية لهذا المريض. زين عيني، نحاول نوصل هذا الشخص إلى أحسن صورة هو يقدر يوصل بيها. زين احنا هنا عندنا الـ Accreditation of Rehabilitation Facilities، هنا شلون نحدد الاعتماد الأكاديمي ويا يعني خلينا نقول موافق وإعادة التأهيل حسب
المعايير المثالية اللي يرصدها هذا البرنامج الاتحادي. يعني اكو ستروك ريكوفري بروجرام اند تروماتيك برين انجري ريهابيليتيشن، هذا البرنامج للاشخاص اللي قلنا احنا قبل شويه صار عنده ستروك او الجلطه الدماغيه احنا نسميها، زين اين نحاول شلون احنا نسوي له تاهيل ونعلمه على الاعتماد على نفسه او استرجاع او استذكار ذاكرته، زين اني بعدين بعد عندنا السباينال كورد انجريز ريهابليتيشن بروجرام اللي هم اذا صار قطع بالعمود الفقري راح هنا شلون اني ابدي اسوي له البروجرام، لانه هذا من صار عنده خلل بال يعني بالسباينال كورد معناته راح ياثر على الباول موشن وراح ياثر على البلدر هنا بهاي الحاله، فراح يتاثر انه مالتنا لازم اني افرغ له المثانه وافرغ له الانتستين. فشلون هذه الخطوات اللي يبدون بيها، شلون يعلموا على التابينج، شلون يعلموا على كل يومين او اليوم الثالث يطو الداكولاس حتى يحرك الانتستين ويفرغ امعائه، زين عيني، والمثانه كل ساعتين يبدي يسوي لها التابينج، كل جهه اول مره يسوي على اليمين 15 ضربه، زين عيني، وبعدين على اليسار 15 ضربه، بالامام 15 وبالاسفل بالتابينج الضربات الخفيفة حتى شي يسوي لها للمثانة يحفزها حتى يبدي الإدرار يطلع. لأن الأشياء مهمة اللي تخصكم بالريهابليتيشن هو اللي راح أعطيكم إياها. عندنا هسه جماعة من هم اللي نسوي لهم الريهابليتيشن، قلنا اللي هم جماعة روك، الأشخاص من الأشخاص الريكفري، جماعة سباينال كورد إنجري، والأورثوبيديك ريهابليتيشن، جماعة الكسور، زين أني جماعة الكاردياك سيرجري، هذا من بعد ما يكمل عمليته يسوي فالف ريبليسمنت أو يسوي كورونر أرتري باي باس جرافت، هذا يحتاج له إلى شلون يمارس حياته وشلون يتعلم بيها. بعد جماعة البولموناري ريهابليتيشن اللي عندهم الانفيسيما، عندهم سي او بي دي، زين يعني جماعة الاسما انا اعلمه شلون يبدي يستفاد من الجهاز التنفسي مالته وشلون ياخذ ديب بريث وشلون يسوي له درينج البوستشر اوف درينج الوضعية اللي يكون بيها، شلون يفرغ ال خلينا نقول السبيوتم اذا كان عنده باللانج. اوكي، عاد عندنا الاشخاص من هم اللي هم الكومبرهنسيف بين مانجمنت، زين اني اللي عندهم دائما يشكون من الالام. اوكي، هذول اللي نشوف نحدد اكو مرات هو الالم مو حقيقي عنده لكن نفسيا يحس انه عنده الم، فهذا يراد له فد يعني شلون نقولها فد بروجرام خاص بي حتى هنا يقدرون يسيطرون عليه، زين اني. بعد الكومبرهنسيف بيرن، جماعة اللي حروق هذول اللي يحترقون ويشوفون وضعية الحرق مالتهم، تسوي الكلاسيفيكيشن او الستراكشرز يتحدد بعد ما يقدر، مثل من شرحنا احنا على السي اي بريست، من قلنا احنا الجهة اللي بدا سووا لها ريموفال من خوفها ومن المها شو تسوي، تبقى ضاغطة على نفسها ومنحنية، تشوفوها ورا فترة تكون هي منعوجة وايدها منخصمة بعد ما تقدر متحددة ما تقدر ترفعها، بأبسط شيء يعني تغسيل وجهها وتنشيط شعرها ما تقدر، زين يعني. بعد الأشخاص اللي هذول الأطفال اكو قسم من عندهم هواي، اكو أطفال اللي عندهم ليونة بالعظام أو وهن عضلي،
هذول خطية شوي يصيرون صعوبة بالحركة، أو احتمال عندهم كسور يصيرون يعني حوادث السقوط من الأعلى أو حوادث الدهس، فتسبب له بعض الإعاقات واللي يصيرون هم بها شلل. أكو الأنواع اللي إحنا ويا التأهيل مالتنا شلون نسوي prevention of complication and deformities level of prevention. هنا شلون أني أحاول هذا المريض مالتي من دا أسوي له rehabilitation إنه أني أسيطر عليه بحيث أمنع حدوث أي مضاعفات إله أو أي إعاقة. زين أني أحاول أخفف الكومبليكيشن المضاعفات، وبنفس الوقت أحاول إنه هذا الشخص مو إيده تتحرك وتصعد لأعلى وللأسفل، أنا أجي أسوي له بالطريقة أخلي إيده بعد لا تصعد ولا تنزل. زين أني فهذا الليفل أوف بريفنشن عندنا برايمري، زين أني وعندنا سكندري والتيرتري اللي هو الثلاثي. بالبرايمري هنا concerned with health promotion activities that prevent the actual occurrence of a specific illness or disease. هنا نتعامل ويا حقيقي إذا كان أكو مرض. زين عيني إحنا نحاول هنا شلون نتفاعل ونتحرك ويا هذه الحالة اللي نمنع بها من حدوث المضاعفات أو إصابات جديدة، خلينا نقول. زين أني بعد السكندري اللي هو يعزز من يعني خلينا نقول الكشف المبكر، مثلا اللي امرأة وتحس إنه أكو فد شي عندها بالثدي، فنحاول إنه هنا نساعدها حتى تروح تفحص وتكشف عن المرض بدايته أو سيطر عليه حتى لا تصير لها مضاعفات ولا يصير عندها الكومبليكيشن مثل ما قلنا. أما الثلاثي خلينا نقول التيرسري، هنا راح يصير عندنا directed toward recovery or rehabilitation of disease or condition after the disease has been developed. هنا صار عندنا ال CA، صار عندنا الكسر، صار عندنا ال amputation، صار عندنا فقدان بالذاكرة، هنا شلون راح نبتدي حقيقي نتعامل ويا المريض. اوكي، بالبداية اللي هو كان مجرد مرض بسيط وشلون احنا نحاول ما نخليه يزيد ويتفاقم. زين اني بالسكندري اللي هو لا نبدي نشجعه حتى يروح يسوي فحوصات، يسوي ياخذ ادويه، يسوي العمليه مالته حتى نخفف من الاعاقه. بل وصل الى المرحله اللي هي خلينا نقول بعد هذا الشيء صار واقع حال وبعد ما منه فايده. زين صار بتر، صار ماستوكتومي، سووا له استئصال للثدي، بعد هنا انتهت. فاحنا نشتغل على اللي موجود حاليا شلون احنا نسوي ويا المريض. زين اني عندنا الهدف من اللي هي الخطوة الثالثة اللي هي البريفنشن، احنا ليش نسويها؟ حتى نخفف من prevent damage and pain of the disease, slow down the disease. قلنا نحاول نقلل أو نمنع التلف. زين أني أو نقلل من الألم قدر الإمكان. بعد نخفف أو ننزل من مستوى المرض. بعد prevention the disease from causing other problem. These are called complication. اللي احنا بعد يعني هو
عنده صعوبة بالتنفس، بس احنا هون ما نخلي المريض يوصل إلى مرحلة إنه يبدي لازم يتنفس على الفنتيليتر، لا نحاول احنا قدر الإمكان نحاول شلون نعلمه يتنفس، ياخذ ديب بريث وشلون يسوي له تابينج الطبطبات على ظهره ويحاول يطلع السبيوتم، هاي الحركات اللي تساعده، مثل اللي هسه جائحة كورونا احنا هذا المريض مالتنا من صار انا يعني شو اسوي له بعد صار واقع حال صار عنده الديزيز، بس انا يعني ما اعرفه راح اقول له انت شو تسوي، انت تبدي هسه حتى تنشط الرئه مالتك تستنشق البخار المي تسوي لك فت حركة إذا صارت عندك قحة قح وبعد تنفس أخذ نفس، أنت شو تسوي ما عندك فت شي فاكيوم تسوي بيه ردود فعل، جيب لك بطل من هذا أبو البيبسي أبو اللترين فارغ طبعا، يجيبه يترسه مي ويجيب في الصوندة يدخلها بهذا البطل، ياخذ ديب بريث ونقول له انفخ بيها حتى احنا نسوي فد فاكيوم فد ضغط قوة دفع يعني للرئة، نحاول نسوي فد ضغط داخل الرئة، بعد الاستنشاق المي الدافي يعني العفو المي الفاير هذا شوفه راح يعيق من خلينا نقول تسلسل المرض، يعني خطوات اللي يبدي المرض يزداد بيها، فاحنا نحجم الفيروس ونخليه ما ينتشر، بعد هاي الحركة اللي نقول له اطلع انت تمشي استنشق الهواء اخذ علاجك بوقته اخذ فيتامينات تعزز للمناعة مالتك، هذه كلها تخفف من الكومبليكيشن. اوكي فاحنا الاشخاص اللي هم يتحول الى هذا الشخص الى افضل حالة، احنا هسه قلنا على سبيل المثال على الوضع اللي احنا هسه بيه. اوكي محاضرة حلوة صغيرونة ولطيفة. اوكي اوكي اللي دكتور هي شكرا تخص جزيلا. كل الامراض. زين عيني اذا عندكم اي سؤال يعني استفسار كملت مناقشاتكم للكيس ستدي بعد أعتقد دكتورة أربعاء بكرة خميس هذا الأسبوع ولا بس الأربعاء؟ أعتقد بس الأربعاء وجروب واحد.